بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العام، مرحبا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي قناة السوسة الذاتي لشرح تقسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله الشباب مستمرين معاك في مراجعة المنهج بتاعك لعام 2022 من كتاب جيم فاينل ريفيجن لعام 2022. إن شاء الله النهاردة نختتم الوحدة 19 مع بعض بالجنرال براكتس بتاعها اللي جاي بداية درس 175. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ أول مشوز ولكيها. You have to go through long banking. يتحتم عليك أن تسير خلال أو أن تتحرك خلال أو تمر بخلال مجموعة. إيه بقى بلونج بانكينج؟ كلمة بانكينج معناها مصرفي، يعني حاجة لها علاقة بالبنوك. إيه هو اللي حاجة لها علاقة بالبنوك وبتاخد وقت طويل in order to get لكي تحصل على a loan card for your mall business، البيزنس اللي عايز تعمله في المول بتاعك؟ يا ترى direction للشباب لما أقول لك امشي يمين امشي شمال بس اسمها توجيهات. Procedures إجراءات، وهي مجموعة من الخطوات أو الإجراءات اللي أنت بتأديها علشان تحصل على شيء معين، زي موضوع القرض هنا. Employments معناها توظيفات، و Redundancies المعنى الحرفي ليها وفرة أو زيادة. طيب اللي رايح البنك ياخد قرض ليه إجراءات لازم يمشي فيها، فبنسميها Procedures. ابني بقول فيها لكن اللي حسن الحظ الحمد لله ماشي عم. The boy had the common. الولد كان عنده ايه common؟ اصبر عليه. لو ترجمنا كلمة common لوحدها قبل ما ناخد معاها اختيار المعنى الحرفي ليها شائع. اصبر عليه. بالذات بقول لك ايه؟ اصبر عليه. تعال اتكمل. To inform the police لكي يتصل بالشرطة when the fire started، لما بدأ الحريق in the house في البيت، ربنا يعافينا ويسلم الناس جميعا. طب يبقى الولد كان عندي ايه؟ كان عندي common sense بمعنى اللي هيقولوا عليها حسن البصيرة، أو اللي بيقولوا عليها سرعة البديهة، أو ربنا اداله زي ما بيقولوا ايه الفهم بسرعه كده ان هو يتصرف. ده كده انا جبتها لك شعبي بقى. اولا انا قلت لك ايه كومون سنس، اللي هي حسن البصير او حسن التصرف او سرعه البديهه، ده المعنى اللغوي السليم. طيب كلمه تيست بمعنى ذوق، وتنفع مذاق، وعندي سايت اللي هي حضرتك الابصار ان انت تشوف، وعندي بيستيب بمعنى خط. الولد ربنا الهمه كومون سنس، كومون سنس بمعنى حسن التصرف، حسن التصرف ماشي. واول ما حصل الحريق اتصل بيه الشرطه، وربنا زي ما قلنا عارفين وسلم ناس. ثلاثه بقول لك اوجه الفراغ از ان انشنت ستوري، كذا هي عباره عن قصه قديمه. مالها بس قديمه دي؟ استنى شويه. سبيشالي اون انفنتد، خصوصا لما تكون عن انفنتد معناها مخترع، يعني مخترع يعني حاجه مش حقيقيه. ان اوردر تو اكسبلين ناتشرال اور هيستوريكال ايفنتس، علشان ايه؟ علشان يشرح بيها أحداث إما إنها تاريخية أو طبيعية. إيه نوع القصص اللي بيحكي في الحكاية دي؟ هي بتاع سكريبت اللي هي السيناريوهات زي بتاعت الأفلام والحاجات دي. فاكت حقيقة ولا فيكشن خيال علمي ولا مايث أسطورة؟ مايث أسطورة، خلي بالك إن الأسطورة اللي هي المايث واحدة من ثلاث كلمات أنت خدتهم، أنت واخد مايث، واخد ليجند، واخد فابل. خلينا مع مايث دلوقتي لأن هي تمت، لما يذكر حاجة تاني نعلق عليها في ساعة. تعالى في حجوم أربعة، باكنجهام باس، وده قصر الحكم أو القصر اللي تقيم فيه الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وهي الملكة الموجودة حاليا الملكة إليزابيث الثانية. is one of England's most attractive، إيه اللي هو واحد من الأكثر جاذبية في إنجلترا؟ إيه هو اللي أكثر جاذبية ده؟ إيه؟ which attracts tourists، وده طبعا بيجذب العديد من السائحين، أقول السائحين لما هو قايل لك قول. طب ده بوردرز، بوردرز يعني حدود، زي ما بتعمل حدود للصفحة كده أنت عندك حاجات زي كده. ولا ليميتس، ليميتس بمعنى حد لكذا، ولا ايه سرعه مثلا، ايه حد السرعه، ولا ايه سبيد ليميت، ادي المقصود بيها. ولا لاند ماركس، واللاند ماركس هي المعالم التي من صنع الانسان، لان عندي لاند سكيب المعالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، زي الشلالات مثلا حاجه الانسان ما عملهاش. وعندي سينز زي المشاهد اللي بتبقى في المسرحيات في الافلام الحاجات دي. قصر باكنجهام واحد من اللاند ماركس الشباب، واحد من المعالم الانسانيه اللي بناها البشر في انجلترا، واللي بيشد وبيجذب ناحيته كل السائحين اللي بيروحوا انجلترا وبيحبوا يتصوروا فيه. خمسه بيقول لك فيها ايجيبت ووز ا ماسيف امباير، مصر كانت امبراطوريه عملاقه ضخمه جدا، ولا زالت طبعا مصر عملاقه بس مش امبراطوريه، لان الامبراطوريات هي اللي بتحكم مجموعه دول. احنا دلوقتي مصر ايه؟ لا زالت عملاقه زي ما قلنا، ولكنها ايه ليست بتحكم مجموعه من الدول، هي مسؤوله عن نفسها بس. المهم رولينج ماني بليس، دليلهم انها كانت بتسيطر او تحكم مجموعه عديده جدا من المناطق. فين بقى؟ ان ذا ميدل ايست، في الـ 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 في الشرق الاوسط. امتى الكلام ده؟ جورينج ذا كذا اوف رمسيس ذا سكند، اثناء ايه لرمسيس الثاني؟ اكيد انت بتحكمه. طيب
يقولوا عليه ايج، ايج معناها عصر، زي ما اقول مثلا ايس ايج، ايس ايج معناها العصر الجليدي. ما الرمسيس ده لا، ريجن معناها فتره حكم شيء، وعندي بعد كده كده اللي هي 10 سنين، والسنشري اللي هي 100 سنه. طيب يبقى رمسيس الثاني ده كان عنده حاجه اسمها ريجن، يعني ايه؟ يعني فتره حكم رمسيس الثاني كانت مصر امبراطوريه كبيره جدا بتسيطر وتهيمن وتحكم مجموعه كبيره من الدول في المنطقه اللي احنا فيها، تحديدا الشرق، منطقه الشرق الاوسط. نتحرك مع الجمله رقم 6 ونخليها عنوان الصفحه، واللي بتقول لك فيها The drama of the Moroccan child Ryan. ربنا يرحمه، الطفل اللي كان اللي اسمه ريان ده طفل مغربي، وكانت الحادثه بتاعته هزت العالم من كام شهر كده عدوا. الله يرحمه، الطفل ده طبعا سقط في بئر، ربنا اراد ان يكون هي دي نهايه عمر. المهم يعني ان الدراما بتاعته اللي هي نقدر نقول الماساه الانسانيه اللي مر بيها هذا الطفل الله يرحمه واسرته، شغلت العالم كله في الفتره بتاعتها. The interest of the whole world. عايزين ما يعبر عنها. Detected المعنى الحق ليها كشف، evaded تجنب، captivated بمعنى اسر. وكلمه اسر هنا مش معناها جبت حد خدته اسير. هنا عايز اقول لك ان هي شغلت اهتمام الناس، انا قلتها بالعربي من شويه. وبعد كده عندي كلمه spotted بمعنى الطاقه او لقطه. الازمه بتاعت ريان او المشكله بتاعته الله يرحمه captivated اثرت، يعني سيطرت على الاهتمام بتاع الناس او العالم كله في فترتها ربنا يرحمه. سبق لك فيها football arouses a good deal of passion among its fans. يعني ايه؟ بيقول لك ان كرة القدم رياضة بتستثير يعني كمية كبيرة من المشاعر او من التعاطف او من الشغف زي ما بيقولوا ما بين المشجعين بتوعها او المحبين ليها. ماشي سيدي، ده الاول passion. كلمة passion هنا بمعنى عاطفة او شغف او الحاجات دي. مضاد لمين في اللي جاي؟ يا ترى انترتينمنت تسليه، انترست اهتمام، افكشن عاطفه، ولا ديس انترست عدم اهتمام؟ هي دي فاشون اهتمام شغف شيء، عكسها انك انت تبقى مش مهتم ما تفرقش. طب انا بقول لك فيها giving your kids too much freedom، ان انت تدي اطفالك ابنائك يعني الحريه الزايده عن اللازم. too much freedom معناها حريه زايده عن اللازم. كان بيئه او الان ده ممكن يكون ايه بقى؟ فور ديزاستر اللي كارثه ربنا عارفينها. ريسيبي انت بتستخدمها دايما مع وصفات الطعام بس تنفع هنا. يعني عايز اقول لك ان الوصفه السحريه لانك انت العيال تخرب تقدر اديهم حريه زي ما هم عايزين، وكمان نزيد لنا بلا او اديتهم فلوس ربنا عارف. انا ما بقولش الناس تبقى بخل، لا، بقول ايه؟ تبقى حريصه مع اولادها وتديها القدر اللي يكفيه من المال وتحاسبه عليه، عملت بايه، رحت فين، جيت منين، والاهم من ده يشوفوا ماشي مع مين. لان في اصدقاء بلاش نسميهم اصدقاء لانهم ما يستحقوش الكلمه، في زملاء قد يكونوا اشر من ابليس، وربنا عافينا الشباب وعافيكم جميعا. المهم نرجع للجمله، ريسيبي قلنا بمعنى انت بتاخدها لانها وصف الطعام، لا ده يا سيدي ممكن نزيدها شويه ونقول لك تنفع، تنفع جدا. وبعدين عندك بريسكريبشن، ودي الروشته اللي بيكتبها الدكتور، وعندي انستراكشن بمعنى تنبيه او تعليم. تعليم مش معناها ان انت بتعلم حد حاجه، انستراكشن معناها ان اقول لك اعمل كذا، دي اسمها انستراكشن، ان انا اوجه لك ايه امر تنفيذه. وانوفيشن معناها ابتكار. احنا خلاص قرينا الكلمه اللي بناخدها، قلنا ايه؟ ريسيبي يعني القضيه الزياده للابناء ممكن تبقى ربنا يعافينا وصفه تمام التمام لكاس. تسمع ولا فينا اون ذا فون او بيقول او عفوا لا او ذا فون از رينجينج، اللي هو بيرن. طيب كان بيقول حاجه عم التليفون، انسر ترد عليه. ماشي لسه ما شفناش الحكايه ايه؟ ات كذا فاطمه. يبقى اللي بيتكلم ده بيستندلي بيقول له دي كذا فاطمه، يعني هتقول لك ممكن تكون اكيد تكون، هنشوف. لحد دلوقتي الجمله ملهاش محل، المعلم بتاعها شي اولويز رينجز ات ذيس تايم، دايما بترن في الميعاد ده. يبقى ده معناه اللي بيتكلم هنا بيستنتج ان دي اكيد فاطمه، استنتاجه زمان ايه؟ زمانه حاضر، التليفون بيرن، دي اكيد فاطمه. دي بترن في الوقت ده، يبقى اذا انت عايز استنتاج في الحاضر. ادي واحده مؤكد، ادي الثانيه مثبت، ادي الثانيه. يبقى اقول ايه؟ اقول كود بي استنتاج في الحاضر صحيح، مثبت صحيح لكنه ضعيف. كان تي في استنتاج في الحاضر صحيح قوي صحيح لكنه منفي. انا عايز ايه؟ انا عايز المثبته اللي هي ماست بي، استنتاج في الحاضر قوي وكمان مثبت. ازنت لا، ليه؟ لان ازنت يتوفر فيها حاجتين يمنعوها انها تكون اجابه. اول حاجه انها منفيه، دي الحاجه الاهم. الحاجه الثانيه انها قويه بنسبه 100% تمام، اللي بيقولوا عليها سيرت، لكن ماست بي اسمها نير سيرت.
خلاص انا عندي حاجتين من اقول ان ناخد اذن، اهمهم انها منفيه، وثانيا حكايه انها ايه؟ انها سيرتن مش نير سيرتن زي مصر. عشرة بقول لك فيها ذات كابل، ذات كابل معناها هذان الزوجان يعني رجل وبنت. مالهم يا سيدي؟ جاء فراغ ثينك ماتش اوف ذيس فيلم. طبعا لو ترجمت ترجمه حرفيه قبل ما اخد الاجابه هقول لك ان هما بيفكروا بطريقه كبيره في ايه هذا الفيلم، بس اصبر شويه لان هغير رايي بعد شويه في الترجمه لما اخد اجابه. They are leaving already، هم خلاص فعلا مغادرين، خلاص بداوا يتحركوا هيمشوا after only 20 minutes بعد ايه حوالي 20 دقيقه. الفيلم اللي هو شغال ده كده شاغلهم يعني عجبهم اهمهم؟ اكيد لا، والا ما كانوش تلت ساعه بالظبط ويمشوا. طيب يبقى انت كده حضرتك بتستنتج في ايه؟ بتستنتج في الحاضر. جميل جدا، استنتاجك لازم يكون منفي. ليه؟ انت بتقول اكيد الاثنين دول ما عجبهمش الفيلم، ما جاش على هواهم، ما فكروش فيه بدليل انهم مشوا. يبقى انت عايز استنتاج في الحاضر، والاستنتاج بتاعك ده منفي في حاجه ثانيه ان هو قوي. الفعل موجود فوق اللي هو ثينك، تمام كده؟ يبقى فاضل لك تاخد ايه؟ ماست كانت في هي اللي هناخدها اجابه. شود ليس لها علاقه بالاستنتاج، وكود صحيح لها علاقه بالاستنتاج بس ضعيف. هرجع لمين؟ هرجع لكانت المنفيه، لان معنى الجمله هذان الزوجان اكيد الفيلم ما همهمش، ما شغلش بالهم قوي، والا ما كانوش يسقف. الجمله اللي بقول لك فيها يو سي يو سو، انت بتقول انت شفت. شفت مين يا عم؟ هم، شفته. بيتكلموا عن حد هو. sitting in the canteen today، قعدت في الكانتين النهارده. بتقول انت بتقول بيقول له انت بتقول انك انت شفته. طيب ماشي، دي الجمله الاولانيه. الجمله الثانيه بقى اللي هي يستنتج فيها، فبيقول له هي كذا sitting there، هو انه يكون قاعد هنا بس ما فيش معالم. ايه الدليل؟ اهو يا باشا هي هاز بين، خد بالك من حته هاز بين دي، انا احطها لك في على بعضها في خط واحد. بيقول لك طبعا ناخد معاها هاز ده اكيد. He has been in hospital for two days. خد بالك من حتة has been in و has been to. في فرق شاسع يا شباب لما أقول has been in و has been to. لو قلت has been to معناها راح المكان ورجع منه، لكن لما أقول has been in معناها موجود في المكان. اللي بيتكلموا عنه ده في المستشفى بقاله يومين ربنا عارفينه. طيب هل ينفع إن يكون اللي الشخص ده شافه؟ مش ممكن. يبقى إذا أنا هقول الاستنتاج بتاعك بالنفي القوي. جميل؟ زمنه إيه؟ ماضي بدليل سواء ايه؟ تمام كده؟ ماشي، يبقى انت كده عايز ايه؟ عايز استنتاج في الماضي قوي منفي. نقوله بايه؟ ماست نوت بي، ماست نوت لا تستخدم في الاستنتاج، ماست نوت انا بستخدمها في القوانين ومنعها والحظر والدنيا دي. كورنت هاف بين، هي دي اللي هناخدها اجابه بس اصبر شويه، لان انا عندي نفي ثاني اهو في كانت بي. كانت بي نفي صحيح، مؤكد صحيح لكنه في الحاضر، انا عايز في الماضي. عندي بعد كده ماست هاف تصريف ثالث. ماشي؟ الجمله اللي قدامك ماس انتهى بتصريف ثالث، اتكلم في الاستنتاج، لان انا بعمل في الاستنتاج المنفي بجيب ايه؟ كانت هاف تصريف ثالث، اخد انتهى بتصريف ثالث. لكن لما بكون بعمل استنتاج مثبت كنت اقول ايه؟ ماس هاف تصريف ثالث. يبقى دي صياغه محطوطه من اجل ان هو يجيب لك اربع صياغات مع بعض وانت تختلط عليها. وحد يشوف لك ماس يقول لك ايه ده قويه، لا يا عم مالك بيها انت؟ ما عنديش استنتاج في الماضي منفي بماس انتهى بتصريف ثالث، لكن عندي كانت هاف تصريف ثالث وكود انتهى بتصريف ثالث. انا هاخد الموجوده كود انتهى بتصريف ثالث. معنى الجمله كل انت بتقول انك انت شفته قاعد في الكانتين النهارده، لا 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 مش ممكن يكون هناك، مش ممكن هو ده، ليه يا عم؟ ده في المستشفى بقاله يومين ربنا يعافيه. طب نشوف لك ايه؟ She didn't see her brother this morning. خلاص الجمله واضح فيها الماضي البسيط المنفي، بيقول لك هي ما شافتش اخوها النهارده. بيستنتج من ده ايه؟ ان هو ذا فلات فيري ايرلي، اكيد ساب الشقه بدري جدا، يعني طلع بدري. طب ده استنتاج في الماضي ومثبت، والاستنتاج بتاعه نقولها must have left مثبتة اهي وهي وفي الماضي. كانت هاف ليفت قوية صحيح لكنها منفية وفي الماضي. ماست ليف دي مضارع وكانت ليف مضارع، طبعا الاثنين عكس بعض، ماست قوي وقوي مثبت، كانت قوي منفي. انا عايز ايه؟ عايز استنتاج في الماضي ماشي مثبت قوي، ماست هاف ليفت اكيد الاخ ده مشي من البيت بدري او ايه قادر الشقة مبكرا. الحركة الشاشة هتبقى جملة رقم 13 عنوانها، بقول لك فيها وين اي واز اتشايلد عندما كنت طفل. ماشي، حد بيتكلم عن نفسه يقول لك ده لما كنت طفل. مالك يا عمي؟ اي درينك اوت اوف ميلك، انا كذا ان انا اشرب ايه لبن كبير. جميل حلو خالص. يبقى هنا هو بيتكلم عن عاده كانت موجوده في الماضي قد تكون تغيرت ايه؟ تغيرت في الحاضر، وده ده العادي اللي احنا بنعرفه عن يوزد تو تحديث. طب نقول شود، شود مالهاش دعوه خالص بحكايه عادات الماضي.
يوزد تو، هي الاجابه. مي بتتكلم في الاستنتاج، ونيد بتتكلم عن الضروره في الحاضر. هو بيتكلم عن عاده كانت موجوده عنده في الماضي بقى كلها يوزد تو. تمام كده؟ حلو خالص. تعالوا نروح ل14، حوار ما بين طرفين. الاول قول ايه؟ Did your mother tell you stories when you were small؟ واللي احتدي هيلتمي. قول له هل ماما، مامتك يعني، كانت بتقول لك قصص لما انت كنت صغير؟ انا عندي حاجتين ادل على كده، ادي ده اهي وادي واخر. جميل كده؟ ماشي. راح رد عليه قال له ايه؟ قال له يس والله شي هي تيل مي جو ستوبس، كانت بتقول له قصص من مجموعه قصص اسمها جو. جميل جدا. طب يقولها له بيه يوز مفيش تو هنا اهو، تيل لوحدها مفيش تو هنا اهو، طب مش هتنفع. ووز يوزد تو، لا دي مبنيه للمجهول، مش عارف من المجهول، لان شي هنا هو فاعل. از يوزد تو دي طبعا ماضي، ووز يوزد تو دي ماضي. از يوزد تو مضارع لكنها للاسف برضه مبنيه للمجهول، شي هنا هو فاعل. فاضل مين معاك؟ وود. وفرصه ان احنا بقى قدامنا يوزد تو اهي ودي وود. ليه؟ عشان نقول ان يوزد تو وود هما الاثنين يمكن استخدامهم للحديث عن عادات الافعال كانت متكرره في الماضي، دائم مشتركين فيه. يختلف الاثنين عن بعض، اللي هي يوزد تو عن وود في ايه؟ في ان يوزد تو بتعبر عن وضع لها استخدام تاني، انها تعبر عن وضع او حاله او هيئه كانت موجوده في الماضي اتغيرت في الحاضر. يعني ايه مستر؟ يعني حد كان غني بقى فقير، كان فقير بقى غني، كان تخين بقى رفيع، كان رفيع بقى تخين، كان يعمل في مكان ما بقى بيعمل في مكان اخر. لكن وود ما تنفعش بالطريقه دي، اللي هي فكره تعبير عن وضع او حاله او هيئه كانت موجوده في الماضي اتغيرت ايه؟ في الحاضر. كل اللي تعمله انها تعبر لك عن عادات او سلوكات متكرره في فقط لا غير. كده وضحنا الفرق ما بين يوزد تو وما بين وود، واساسا انت عندك فيديو الشرح ده تقدر ترجع له تاني. 15 يقول لك فيها when I was a child، ماشي كنت طفل، ماشي رجع لنفس الفكره تاني. I كذا بنانات، انا ايه بقى؟ البنانه الموز. طيب بيقول لك didn't used to like، ده منفيه حلو خالص، تعبر عن شيء لم يكن موجود في الماضي، بيقول لك ما كانش معتاد على كذا. wouldn't like، الله 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 الله، ايه wouldn't like دي؟ هل wouldn't like هي نفي would؟ ما تنفعش. ليه؟ would مش ممكن، مستحيل، ما ينفعش فيها علشان استخدمها كدليل على عاده لم تكن موجوده في الماضي، ما تنفعش بالفكره دي. ليه؟ لان would زي ما قلنا انا بستخدمها علشان اعبر فيها عن سلوك كان متكرر في الماضي. تمام؟ لكن ما ينفعش فيها، ما ينفعش اقول wouldn't like. يبقى wouldn't like دي ليست صياغه من الصياغات اللي بتقول لك ان هذه العاده لم تكن موجوده في الماضي وبعد موجوده في الحاضر. امال ايه الحكايه؟ كل حكايه ان هو جايب لك wouldn't، جايب لك لايك اللي هي بمعنى يحب ويرغب في كذا، وهو ينفيها لك wouldn't. ودي بتشير يمكن استخدامها للاشاره الى المستقبل مع اي ضمير ما عدا اي او وي. حلو كده؟ مع الصياغه بتاعت if only I wish، فاكرها؟ جميل. wasn't used to like فيها بناء للمجهول وفي الماضي، انا عايز ايه؟ اي دي فاعل، فمش هتنفع. طيب تعالى بيقول لك both A و B، طب ما احنا اثبتنا ان B مش هتنفع نهائي، يبقى فاضل مين الوحيده الصحيحه؟ didn't used to like، اجابه واحده صحيحه. صياغه used to منفيه زي ما انت شايف، didn't خلت used في المصدر وكملنا للاخر. نروح لل 16 بيقول لك فيها which sentence is not correct، مين الجمله الغلط؟ مين الجمله الغلط؟ يعني ده معناها ان الاربع جمل اللي قدامك دول فيهم ثلاثه صياغتهم سليمه، واحده غلط. الغلط اللي نقول تعال نروح بقى نجيبه محضر. I would go shopping with my sister every Friday. حلو خالص. would استخدامها سليم جدا، بتتكلم عن سلوك متكرر في الماضي وهو الذهاب للتسوق، وبيديك الميعاد بتاعه اللي هو يوم الجمعه. جميل. طيب صياغه سليمه. اللي بعدها I would have very blonde hair. بلوند هير، شعر اشقر. الشعر الاشقر ده حاله موجوده ربنا خلقك عليها، ينفع تقول عليها وود؟ ما ينفعش. يبقى وود في الجمله ده هي صيغتها خطا تماما، ما اقدرش اقول انا كنت متعود يبقى عندي شعر اشقر. شعر حصل له ايه؟ ده دي طبيعه خلقك عليها ربنا، انت غيرتها؟ لا طبعا ما ينفعش. شي وود كول مي افتر كلاس تو تشات، هي بتتصل بيا بعد الحصص علشان تدردش معايا. تمام، سليمه، استخدام سليم لود. اللي بعدها I am used to playing chess، دي بتتكلم عن عاده في الحاضر، بمعنى اصبح مالوف لدي ان انا العب تشيس اللي هو الشطرنج. الصياغه هنا سليمه جدا. يبقى كده مين فيهم اللي غلط؟ اللي بيقول لك والله ده انا كنت متعود يبقى عندي شعر اشقر، شعرك حصل له ايه؟ لا الكلام ده غلط، وعشان كده خدناها لان احنا عايزين الجمله الغلط. نحرك الشاشه شويه عشان نخلي جمله 17 هي عنوان، وبيقول لك فيها الزوجه قبل الفراغ is used to separate. ايه البنكشوشن مارك علامه التقييم
اللي بتستخدمها عشان تفصل بيها ايتمز. ايتمز معناها كلمات، لحظات، مفيش مشكله يعني في الحكايه. ان سيريز في سلسله، يعني سلسله كلمات جمله فيها مجموعه صيغات يعني. وين ذا ايتمز كونتين كومس، لما الايتمز دي يبقى فيها كومس، يعني سلسله المفردات اللي انت جايبها دي في كومس كتير موجوده. طب عشان افصل انا ما بين الحاجات دي وبعضها اعمل ايه؟ اجيب ابوستروفي. الابوستروفي ده بتاع اختصار حروف، متشاله، ملكيه، ما اعرفش ايه بتاعه. طيب ولا اجيب هايفن. هايفن دي الشرطه اللي انت بتستخدمها، الشرطه الصغيره اللي بنستخدمها في حاجه اسمها كومباوند ناونز، الاسماء المركبه، كومباوند ادجكتيفز، صفات مركبه. زي ما اقول لك ايه، سيستر ان لو مثلا، يعني مثلا الوقت في القانون دي اسمها كومباوند ناون. ولا مثلا هارد وركينج بيرسون اسم كومباوند ادجكتيف، وهكذا. ولا سيمي كولين. سيمي كولين اللي هي الفاصله الموقوطه، ولا كل هم منقوطين فوق بعض. علشان تعمل اللي جايبه في الجمله اللي قدامك بتستخدم سيمي كولين اللي هي الفاصله الموقوطه. الجمله اللي جايبه لك فيها which of the following is for a punctuation، مين الجمله اللي جايه للبنكشوشن بتحسب؟ احنا بنختار الجمله ونعلق عليها وبعدين نقول هي ليه سليمه والباقي هيبان خطأ. اختيار سي هي الجمله البنكشوشن بتاعها سليم. لحظه واحده بس انا خططها هقول لك ايه معناها. طبعا الاربع جمل الكلام فيهم واحد بس هو بيغير في علامات الترقيم. الجمله اللي احنا اخترناها لانها بنكشوشن بتاعها سليم عباره عن ايه؟ عباره عن جمله حد بيقول فيها احنا هنوصل يوم الاثنين صباحا. جميل كده؟ تمام. لكنه استدرك اني ممكن يكون صباحا دي تتاخر شويه لبعد قبل، فراح قال لك اتليست على الاقل انا اعتقد كده. طب عشان يعبر عن الفكره اللي فيها استدراك لمعلومه او حاجه ممكن تكون يعني ليست قويه، بيعمل ايه؟ بيعمل اللي احنا هنشوفه. اول حاجه بيجيب الجمله بتاعته يبدا بحرف كابيتال، وهنا هو الضمير وي كان لازم يكون في حرف كابيتال، وبيقول الزمن بتاعه، بيقول بي ارايفنج اون ماندي، قبل يوم قابلني يوم اللي هو يوم الاثنين. حرف الام فيه لازم يكون كابيتال لان حروف الايام اول حرف هي كابيتال. طيب قال الجمله بتاعته وي ويل بي ديمون لحد هنا تمام، لكنه ادرك او استدرك اني ممكن يبقى في مشكله، فراح جاب الداش اللي انت شايفها دي، الداش الكبيره اللي انت شايفها دي تمام. علشان طبعا لحظه واحده بس انا هرشها تاني وهنزل لها علامه جواها ايه، لان انا بعد شويه هعوز ايه النقطه اللي هنا والعلم السفهم علق عليهم بعد شويه. وراح قال اتليست، وعشان يكمل بيه الجمله الجديده اللي بيعبر فيها عن رايه، فراح قال لك اي ثينك سو، وراح حط لك كومه هنا هو، وعمل في الاسطوب لما قفل الجمله بتاعته زي ما انت شايف كده. الله تمام كده اهي، نعمل لها بس من الحته دي نجيبها من هنا عشان تبان تمام كده. جميل، يبقى علامات التقييم عندك الحمد لله مكتمله في الجمله تمام التمام. تعال بقى نشوف الجمل الاولانيه. ماشي، عمل لك الدبليو كابيتال اهو، ويل بي ارايفنج اون ماندي. ماشي تمام التمام لحد هنا، راح بس المشكله جاب لي اكسكلاميشن مارك. طيب هي دي جمله تعجب عشان انت هتحط لها اكسكلاميشن مارك. طب تمام، وي ويل بي ارايفنج اون ماندي مورنينج، الجمله ما اكتملتش ان انت بتكملها بي ات ليست تروح تحط لها نقطه، ما ينفعش. ادي ايه غلطه في الجمله دي، هروح اللي بعدها. وي ويل بي ارايفنج اون ماندي، وراح حاطط لي علامه استفهام. هو ده سؤال عشان تحط له علامه استفهام، يبقى ده يخلي علامات الترقيم في الجمل A B D خاطئه لكنها C سليمه. اتحرك مع الشاشه وروح لي الجملة اللي عليها الدور، وجملة رقم 19 واللي بيسألك فيها السؤال ده. What would you say اللي هتقوله in the opening part في الافتتاح of a formal letter لخطاب رسمي. يعني انت لما تيجي تفتتح خطاب رسمي ايه الجملة من دول اللي ينفع تقول؟ يا ترى ask about the weather is in the recipient city، بتسأل عن حالة الطقس ويسأل قد ايه في المدينة اللي فيها الشخص المتلقي الخطاب بتاعك، ما ينفعش. Talk about how good the weather is in your city، ولا انت تتكلم عن قد ايه الجو حلو عندك انت، ما ينفعش. Ask the recipient if he is hale and hearty معناها بصحة جيدة يعني، ما ينفعوش. مين اللي فضلك؟ Inform the recipient ان انت بتعلم المتلقي بيبقى why you are writing the letter، انت بتكتب له الجواب ليه؟ انت بعت خطاب رسمي، خطاب رسمي يعني واحد جهة رسمية بما الى ذلك، فلازم تقول له والله انا بكتب الجواب مثلا انت بتقدم على وظيفه علشان اقدم الوظيفه، فلو انت مستني نتيجه عشان اشوف نتيجه الوظيفه، وهكذا.
ماشي مولا فيها سيلكت سبورتنج ديتيل ذات دازنت فيت، هات لي جمله اللي هي سبورتنج بمعنى جمله مسانده او مؤيده من الاربعه دول اللي ما تنفعش. اللي ما تنفعش التوبك سنتنس، ايه التوبك سنتنس؟ كاندي از نوت هيلثي سناك، ان البونبوني الحلويات ليست وجبه صحيه. طيب يبقى ده معناه ان انت عايز الجمل ماشي اللي قدامك ده هي مين فيهم اللي ما تنفعش تساند الجمله دي؟ التيست ديليشس، طعمها جميل، طعمها لذيذ. الله، ازاي انت بتقول ان الكاندي حاجه وحشه وتقول ان طعمها لذيذ؟ يبقى الجمله دي كده غلط. بس اصبر شويه، ربما يكون واحد اقوى منها. كاندي كونتينز هاي اماونت اوف شوجر، ان البونبوني فيه كميات عاليه من السكر. دي حاجه ضد ضد البونبوني، يعني حاجه وحشه. طيب ماشي، بدي كويسه. كويس ازاي وحشه؟ ازاي كويس؟ قصدي وحشه بمعنى انها تتماشى، وحشه بمعناها تؤيد فكره ايه؟ ان ده خطا والبونبوني حاجه وحشه. طيب يو كان فايند ميني ارتفيشال اديتيفز ان كاندي، مليان اضافات صناعيه. ماشي، دي برضه هي نقيصه فيه، ينفع تكمل. اللي بعدها ايتينج تو ماتش كاندي كان جيف يو كافيتيز، كافيتيز اللي هي الانتفاخات والحاجات اللي في المعده والكلام من ده، برضه ما تمام. مين فيهم اللي لا تتناسب؟ اهي التيست از ديليشس. ازاي انا بقول ان الكاندي وجبه وحشه، بونبون يعني وجبه وحشه وتضرك وما اعرفش ايه، واروح اقول ان طعمه حلو؟ هو انا كده برغبك فيه ولا ببعدك عنه؟ القطعة الأولى يا شباب في البراكتس اللي جاي عندنا على الوحدة 19 بيتكلم عن المصادر الموجودة في البيئة، وبيقول قد إيه هي محدودة. مصادر إيه؟ مقصود بيها مصادر الطعام، الماء، الحاجات اللي زي كده. طيب تحديدا بيخص بالحديث عن حاجتين، بيتكلم عن النباتات وعن الحيوانات. وبيقول إن النباتات والحيوانات بيتشاركوا مع بعض البيئة اللي هم موجودين فيها. قد لا يكون هناك ما يكفي لكل الكائنات الموجودة في البيئة هذه. وبيأكد على معلومة ان كل الكائنات، كلمة اورجانيزمز عنها كائنات حية، ان كل الكائنات الحية محتاجة يا شباب ثلاث حاجات مهمين جدا 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 لأي كائن، سواء نبات او حيوان او حتى انسان على فكرة. لكن هو تحديدا بيتكلم عن النباتات وبيتكلم عن الحيوانات. خلينا معاهم. الماء جزء مهم جدا، الطعام، ثم المأوى. يبقى دول ثلاث حاجات او ثلاث مصادر طبيعية مهمة جدا للكائنات كلها، بس هنا هو مركز زي ما قلنا مع النباتات والحيوانات. طيب بيقول ان المصادر الغذائيه مفيده جدا، وانها تعني ان هيدي فرصه للكائنات الحيه دي ان هي تستمر في الحياه. طيب لما يحصل مشكله ويحصل نقص بقى في اي من هذه المصادر، سواء كانت الميه ولا الطعام ولا المأوى، ايه اللي بيحصل؟ تتنافس هذه الكائنات علشان كل واحد ياخد ايه؟ المقدار المناسب. طب لما يحصل تنافس ايه اللي بيحصل؟ ان الاقوى هو اللي بياخد او اللي بيوصل لهذه المصادر اولا، هو اللي بتكون له فرصه النجاه والحياه، واللي بيفشل في ده مع السلامه بيموت ويتنسي مع الطبيعه. طيب لما يبقى ما فيش طعام ولا ميه ولا ماوى لمجموعه من الكائنات، ده بيبقى حاجه اسمها ديترمنتال، بمعنى حاجه ضرر. ايه معناه ده؟ ده معناه ان هذه الكائنات بيحصل لها اذى او تاذى. بنقول ان المصادر المتاحه، خلاص احنا المصادر المقصود بيها ماء وطعام وماء، المصادر المتاحه هي اللي بتحدد مقدار الحجم اللي ممكن يزيد للبيئه السكانيه من النباتات والحيوانات. هو هتقول لي كلمه بوبوليشنز مستر ان هو مقصود بيها السكان اللي هم البشر؟ لا، انا بقول لك ان البيئه السكانيه المقصود بيها البيئه السكانيه من الحيوانات والنباتات، يعني الحيوانات والنباتات اللي تقدر تبقى موجوده وعلى قيد الحياه و في هذا المكان. طيب بقول لك احيانا ممكن يزيد عدد الكائنات الحيه في منطقه ما، ايه اللي بيحصل؟ الكائنات الاضعف من هذه البيئه السكانيه بتكون فريسه للكائنات الاقوى. طب ايه اللي بيحصل؟ الطبيعه بتاخد دورتها وبتمشي عادي جدا جدا، بينقرض الضعيف وبتبقى البيئه الموجوده بتدي كل اللي عندها للاقوى وتسانده وبتخليه يظل على قيد الحياه. احيانا الانسان بيقوم ب زي ما بنقول ايه، انه بيفتح باب اصطياد الحيوانات، تحديدا الحيوانات اللي بتبقى كمياتها كترت او زياده عن اللازم في منطقه ما، علشان يعمل يعيد التوازن الطبيعي ليها. ممكن يعمل حاجه ثاني، انه هو بياخد هذه الحيوانات وينقلها لبيئه جديده، يوديها لوكيشن جديد. ليه بيوديها لوكيشن جديد؟ عشان ينقل منطقه التكدس لمنطقه اقل شويه، التنافسيه فيها بتبقى اقل. قلنا من شويه انه بيسمح باصطياد الحيوانات، ليه؟ عشان يقلل برضه من وجودها.
من اشهر الحيوانات اللي بتنفع الانسان ياكلها دي الغزال، وعندي رابتس ايه الارانب. الحيوانات دي او الانواع دي من الحيوانات مصدر كويس جدا للطعام للانسان، يبقى هو هنا حل مشكلتين. المشكله الاولى نقلل من عدد الحيوانات دي الكتير جدا في البيئه اللي هي موجوده فيها، وفي نفس الوقت توفر طعام للانسان. طيب بيقول الكاتب من خلال الجمله اللي قدامنا بيدي نصيحه بيقول فيها في الاخر، بيقول ايه؟ ريفن بوست رابل، اللي هي ان الحيوانات دي لو زاد عددها زياده عن اللازم بيشاركوا الانسان في بيئته الطبيعيه، بيروح للمدن بتاعته، وده بيعمل مشكله. وبالتالي انه شايف انه عمليه الصيد بعض الحيوانات اللي هي بتكون ممكن الانسان ياكلها دي حاجه بتخلي موضوع النمو في عدد الحيوانات اندر كنترول، تحت ايه؟ الضبط او ايه؟ مصدر تحت. نروح للسلسله اللي جايه على القطعه الاولى، بقول لك فيها If the resources of the environment are enough. لو مصادر البيئه المتاحه ليست كافيه، يعني لو مصادر الطعام والماء والدنيا دي مش كافيه اللي بيحصل؟ هتموت الكائنات اكيد. All creatures. لحظه عشان بس الخط بقى مايل شويه، خليه معدول اللي بعدها. نشوف بقى What kinds of things are beneficial for organisms؟ ايه هي الاشياء المفيده للكائنات الحيه؟ طبعا الطعام والماء والكل. 23 being without water، لو مفيش طعام، مفيش ماء، مفيش طعام، فود، مفيش شيلتر for very long، لو مفيش الحاجات دي مش موجوده فتره طويله، ايه اللي يحصل؟ ده هيبقى harmful to organisms، ده هيبقى شيء ضار للكائنات الحيه عمر. 24 بيقول لك فيها the fewer resources in an area، كل ما قلت المصادر في بيئه ما، مصادر منطقه ما، المصادر مقصود بها طعام الماء والدنيا اللي احنا قايلين عليها من شويه. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل are the smaller the plant and animal populations، كل ما هتقل البيئه السكانيه سواء كانت من الحيوانات او النباتات في هذا المكان. نحرك الشاشه شويه عشان نخلي بومر رقم 25 هي العنوان بتاعها. The antonym of the word detrimental. Detrimental معناها ضار، احنا قلناها من شويه. عكسها beneficial، مفيد او نافع. 26 بتقول لك what happens when populations grow too large for an area. Populations هنا ما قلنا ما يقصدش بيها السكان، حسب القطعة يقصد بيها البيئة السكانية من النباتات أو الحيوانات. لما تزيد زيادة عن اللازم، لما تزيد البيئة دي زيادة عن اللازم، إيه اللي بتحصل؟ اللي بيحصل إن the weaker ones cannot compete for resources and die out. الكائنات الأضعف منها لا تستطيع المنافسة وتنقع. نتحرك على صفحة 177 عشان نكمل يا شباب السؤال 27 تبع قطعة أولى. Moving to another location، الانتقال لمكان جديد helps animals too، بيساعد الحيوانات على انها تعمل ايه؟ سيرفايف، انها تظل على قيد الحياه. 28 ده بيستاتيك ديبسيفيز، افضل انهم ممكن تحطوا المقاله ده هي هو food resources for creatures، مصادر الطعام للكائنات كلها. طيب نحرك الشاشه ونروح لقطعه جديده، القطعه الجديده بتتكلم عن سوء فهم ممكن يحصل ما بين الاباء والابناء بيؤدي الى كارثه. ايه اللي بيحصل؟ ان الاباء بيصابوا بحاله من الابسيت اللي هي unhappiness، يعني حاله من الحزن لما ابنائهم يروحوا لمكان ما عند اصدقائهم، ويرجع ويفضل يوصف بقى عن الاختلاف اللي شافه في بيت زميله، قد ايه مثلا قد ايه نوع الطعام اللي بياكلوه، الكوكينج، النظافه بتاعت المكان، الفرنتشر نوع ايه. الحاجات دي بتبقى يعني ممكن تكون مسار ضيق او ضجر للاباء، وبيعتبروا ان ده نوع من انواع كانه ايه؟ كانها اهانه. تمام؟ طيب وبيتهم ابناء بيوبخ الابناء وبيقول له انت ديسلويال، ما عندكش ولاء ومش عارف ايه، وبتبقى في ملحوظات، دول ملحوظات مش كويسه خالص، بيعنفهم زي ما بيقولوا. طيب بنقول ان الحكايه دي طبعا بتمثل مشكله، وده بيخلي ان الاباء بياخدوا اتجاهات، الابناء ياخدوا اتجاهات سلبيه نحو ابائهم، وبيخليهم بعد شويه ممكن يرفضوا يقولوا لهم عن اي حاجه ممكن تتعرضوا ليها او يشوفوها في خارج المنزل. المراهقين في المرحله دي يا شباب لازم الاباء يدركوا ان ابنائهم بداوا يكبروا وما بقوش اطفال خلاص، صحت وسعيتهم زي ما بيقولوا، بداوا يطلعوا الشارع، لازم يكون عندهم فرصه انهم يقول لهم ارائهم بايه؟ ان هم يحكوا عن اللي بيشوفوه او يتعاملوا معاه بطريقه تتناسب معاهم. طيب بنقول ان في كمان حاجه تاني، طبعا ده بيؤدي بعد شويه ان الاباء يشتكوا ان ابنائهم بقوا سيكريتيف، ما بيقولوش اللي عليهم اللي بيشوفوه مش عارف ايه، فطبعا دي نقطه خطا. طيب بنقول ان الديسابوينتمنت اللي هي خيبه الامل اللي بتحصل مع الوالدين however good and adequate
they may be both as parents as and as individuals. بيقول لك ايه is to some degree unavoidable. عايز اقول لك ان قيمه الامن ممكن تتعرض ليها الاباء او الابناء مع الاباء للاسف يعني ايا كانت هي ليها بطريقه ما، لكنها لا يمكن تجنبها. ليه؟ لان في مرحله ما زي ما قلنا لازم يدرك الاباء ان ابنائهم لازم يطلعوا للبيئه المحيطه يفهموها ويقولوا رايهم فيها، ولا مش هيبقوا اشخاص جيدين. طب المشكله في حاجه يا شباب، المشكله ان الابناء بيبقى عندهم وجهه نظر عن ابائهم ان هم حاطين لهم في مكانه معينه، شخصيات مش ممكن تغلط ومش عارف ايه وكلام من ده، لكن ان هم عندهم جدار عاليه وما اعرفش الكلام ده، لكن لما بيحصل ان الاباء بيكون لهم صدمه في اللي بيجي بيأمنهم من الشارع، ده بيخلي وجهه النظر تتغير الى حد ما. لكن بنقول ان يجب ان يكون هناك تفاهم ما بين الاباء وابنائهم علشان ايه؟ ده يكون ليه مردود جيد على الاباء على الابناء، ويبعدوا عن مراحل او نقاط الاستياء والضيق اللي بتبقى ممكن يوصل لها الابناء. طيب هي قطعه يعني لحد ما واخده شويه نصائح او يعني المهم نشوف الاسئله اللي جايه عليها او سؤال اتز انه الى حد ما تؤثر في اكستنت regardless of how satisfactory the parents are. يعني الموضوع لحد ما كده بغض النظر الاباء راضين ولا لا، راضين ولا مش راضين، يعني the parents are unavoidable that adolescents اللي جاب بتاعتنا ايه unavoidable adolescents will lose their high estimation for their parents. يعني للاسف بمرور الوقت بيفقد الابناء او المراهقين تحديدا الهاله العاليه اللي كانوا حاطينها كده ناحيه ايه ابوهم. للاسف النقطه دي طبعا حزنت. نروح للجمله رقم 30 بيقول لك فيها parents often fail to understand that. الاباء معظم الوقت او غالبا بيفشلوا في فهم ايه؟ ايه النقطه اللي بيفشل الاباء ان هم يفهموها؟ they are themselves the cause of their child's tendency to keep things from them. ان التوبيخ اللي مدخله الاباء لابنائهم هو السبب في ان بدات الابناء دي، التوبيخ اللي صدر من الاباء للابناء هو السبب في ان هم بداوا يخبوا عنهم بعض الاشياء. لو ما كانش وبقوا خلاص اقول كل حاجه تشوف بعد. 31 children generally believe strongly. الابناء عاده بيؤمنوا بابائهم بقوه شديده جدا او عندهم اعتقادات قويه جدا في ابائهم. ماشي، وبيقولوا ان ابائهم مش ممكن يعملوا حاجه غلط. They not do anything wrong. فلما يجي يعنفوا ويوبخوا بيفقد الحته دي. دي المشكله. طيب. The synonym of the word slur. كلمه slur معناها يهين. المراد فيها انسلت. 33 when children praise the homes of their friends. لما الابناء بيمتدحوا المنازل بتاع اصدقائهم، ايه اللي بيحصل للاباء؟ اللي بيحصل للاباء ان هم بيتهنجن بيزعلوا. دي حاجه من طريقتهم. في 34 if parents insist on criticizing. لو الاباء اصروا على الانتقاد الاطفال يحصل لهم ايه؟ للاسف won't tell them. هيبطلوا يقولوا لهم about what they see and know. ما يرونه و يعرفوا. طبعا صغر الخط شويه لانه هي راح في الجمله الثانيه. هعرف شويه عشان تروح لي الجمله رقم 39 دي برضه على القطعه الثانيه. وبيقول لك فيها parents are responsible for. الاباء مسؤولين عن ايه؟ مسؤولين عن the change in their children's behavior. التغير اللي بيحصل في سلوك ابنه. السؤال الاخير في القطعه the best type of the visit is افضل اللي هو نحطه للمقاله او القطعه الثانيه دي هي children's behavior and parents reaction. تصرفات الابناء ورده فعل الاباء. نتحرك مع الترجمه وهنلاقي هي رقم 37 دي باللغه الانجليزيه نحاول لغه عربيه. يقول لك فيها there are many different reasons why people want to change career. جميل. Some look for a better pay. تمام. Others look for more life balance and new challenges. حلو خالص. انسب ترجمه للجمله اللي قدامي هي الجمله الاولانيه ايه؟ تعال بس نحط تحتها خط ونقارنها ونشوف هي ليه كده وافضل يعني والباقيين لا. طب نرجع نجيب انجلش تاني. بيقول لك ايه؟ There are many different reasons why people want to change career. دي جمله خلصت نفسها وهو فوق حاطط لها فول ستوب واقفه جيبها اهي. رغم انه تحت واصلها بس نشوفها الاول. هناك العديد من الاسباب المختلفه التي تجعل الناس يرغبون في تغيير وظائفهم. لحد هنا دي كده الجمله دي. Some look for a better pay. ولينا تعليق على حتة some look for. ايه معناها بالعربي؟ معناها البعض يبحث عنه.
تمام؟ دفع افضل، دفع افضل معناها وظيفه بفلوس احسن. تمام كده؟ شوف لما تيجي تصيغها تعمل ازاي؟ راح قال لك ايه؟ حيث يبحث. جبت منين كلمه حيث دي؟ لحظه احطها لك بس ايه؟ خلق لك شكل دايري. كلمه حيث دي جبتها منين انت هنا؟ مش موجوده. امال انت جبتها منين؟ جبتها من اللغه العربيه علشان احافظ على سياق وتسلسل الجمله. تلاقي الجمله كده فيها انسياب كده جميل، بتعمل عمليه رفع. زي ما اللغه الانجليزيه فيها ترانزيشنز يعني كلمات رفع. تمام؟ في العربي كلمات رفع، كلمه حيث كلمه رفع في اللغه العربيه. طيب ما هو بيقول لك الناس بتدور على وظائف جديده. ماشي؟ او بيغير عمله، ليه يا عم؟ لان عايز هي حيث. تمام؟ طيب some look for a better pay حيث يبحث البعض عن اجر افضل، دي فلوس افضل. ادي النوع الاولاني. تمام كده؟ بينما، فين كلمه بينما دي؟ اهي بينما. فينها في الانجليش؟ مفيش. الله، طب جابها منين؟ بما انه بيقول لك ان الناس بتسعى لتغيير وظائفها والبعض بيعمل كذا والاخرين بيعملوا كذا، فده معنى ايه؟ ان اللي بيدور على الفلوس حاجه واللي بيدور على توازن في الحياه حاجه تاني. يبقى لازم يربط ما يفيد التناقض ما بين الجمله الاولى والجمله الثانيه، اللي هي الناس اللي عايزه فلوس افضل، الناس اللي عايزه توازن في الحياه، لازم يقول لك بينهم. خلاص؟ يبقى شوف بقى فن استخدام الروابط. جميل جدا. Others look for ايه بقى؟ مور لايف بالانس اند نيو تشالنجز. ماشي. بينما يبحث الاخرون عن المزيد من التوازن في الحياه والتحديات الجديده. ايه الجمله كده سليمه وجميله خالص. هات بقى الاخطاء. هناك العديد من الاسباب المختلفه، تمام، التي تجعل الناس يرغبون في تغيير وظائفهم حيث يبحث البعض عن دفع. ايه كلمه دفع دي؟ كلمه يا شباب بيتر بي معناها اجر افضل. اهي. بيتر بي معناها اجر، ماشي، معناها اجر افضل مش معناها دفع أفضل. طيب اللي بعدها، هناك العديد من الاسباب المختلفه التي تجعل الناس يرغبون في تغيير وظائفهم حيث يبحث البعض، تمام كده، عن دفع افضل. برضه كرر نفس الكلمه، دفع افضل برضه. طب تعالى نشوف الغلطه تاني، دفع افضل، تمام كده، بينما يبحث الاخرون عن الموازنه. الموازنه احنا ما جبناش الموازنه، احنا بنقول توازن، بنقول بالانس، هي اسمها لايف بالانس، توازن في الحياه. طيب في الاخيره، هناك العديد من الاسباب المختلفه التي تجعل الناس يرغبون في كلمه تغيير خلاها بحث، بحث وظائفهم. هو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك تشينج، ما قال لكش بحث. طيب نروح للجمله رقم 38 في الترجمه، ودي رقم، دي جمله انجليزي برضه. بيقول لك innovation requires more creativity and more willingness to take risks than the implementation of typical projects. هنا تمام. To successfully realize innovation projects, a different mindset is needed. حلو خالص وجميل. الجمله السليمه لده هي بي، الخط الاول عليها خط، وتعالى نجيبها ونقول هي ليه الافضل فيهم ونقارنها باخر. ماشي؟ بيقول لك فيها تاني innovation requires more creativity and more willingness. لحد هنا حلوه الحته دي، خلينا لحد دي مش هنحط نقطه ولا حاجه، بس نحط علامه. ماشي؟ هي علامه. بص، الابتكار innovation، تمام، يتطلب المزيد من الابداع، تمام كده، والمزيد من الاستعداد. الاستعداد ليه ده؟ to take risks than the implementation of typical projects. والاستعداد الاستعداد لتحمل المخاطر من تنفيذ المشاريع النموذجيه. لحد هنا ادي الفلسطوب بتاع الجمله دي، بس هو وصلها. ولتحقيق هوادي تو ولتحقيق. طيب كلمه تحقيق فين يا مستر؟ ده هي ريالايز. طب ريالايز معنى الحرف دي هيدرك، خلاها ولتحقيق. يبقى ريالايز اللي هي معناها يدرك، خلاها وتحقيق. هنا انك انت لو ترجمها حرف يعني ان انت تدرك اللي هي ايه؟ المشروعات اللي فيها ابتكار ونجاح. لا، ده معناه انت بتحقق. يبقى لازم يجيب لغه عربيه تناسب الكلام، مش حكايه انت بتترجم انجلش حرفي وتروح تقول لي اه مستر ريالايز معناها يدرك، بتقول ما ينفعش. لازم تشوف المعنى راكب على بعضه. طيب ولتحقيق المشاريع الابتكار بنجاح، لحد هنا ايه؟ بروجكت. طيب A different mindset is needed. ايه ده؟ هناك حاجه الى عقليه مختلفه، اللي هي كلمه mindset هنا معناها عقلي. طيب ماشي، تعال نقارن بقى العربي ببعضه. الابتكار يتطلب المزيد من المثابره. فين كلمه مثابره؟ هو ما قالش patience. هو بيقول ايه؟ هو بيقول creativity، ابداع، ما قالش patience. كفايه الغلط. الابتكار يتطلب المزيد من الابداع والمزيد من الاستعداد لتحمل المخاطر
من احنا بنقول تنفيذ ما قلناش تخطيط. implementation مش معناها تخطيط. طيب اللي بعدها، الابتكار يتطلب المزيد من الابداع والمزيد من الاستعداد لتحمل المخاطر من تنفيذ المشاريع النموذجيه ولتحقيق مشاريع الابتكار بنجاح. احنا ماشي، شوف بقى هناك حاجه الى مجال علم. فين كلمه مجال علمي؟ هو بيقول مايندس معناها عقليه، ما قالش مجال. نروح لجمله رقم 39 ودي باللغه العربيه، بيقول لك فيها على مر الزمان ومصر مركز الاثار التاريخيه تلعب دورا حضاريا وبها العديد من المعالم والمزارات السياحيه التي دائما تكون محط انظار البشر. جميل. فالصياغه السليمه للجمله دي بالعربي هي اوفر تايم، اهي الاختيار سي، نحط الاول عليها خط وبعدين نقول هي الافضل ليه والباقيين مش كويسين. لحظه بس، نحط عليها الخط الاول وهي ليه الافضل. تعال نجيبها برضه. على مر الزمان يا شباب هي الصياغه دي اوفر تايم، بمرور الزمان او على مر الزمان. طيب هنا ومصر مركز الاثار التاريخيه، خلاص اهي ايجيبت هاز بين سبت الله. ليه عملها مضارع تام؟ المضارع التام من الازمنه اللي بتتكلم عن شيء بدأ في الحاضر، بدأ في الماضي وله اثر في الحاضر. بدأ في الماضي وله اثر في الحاضر. مصر منذ فجر التاريخ وعلى مر الزمان هي المركز لاي اثار وكل الاثار التاريخيه تحديدا. فده اللي خلاه عملها مضارع تام. طيب نكمل تاني. Over time Egypt has been the center of historical minds. لحد هنا تمام. تلعب دورا حضاريا وبها العديد من المعالم والمزارات السياحيه. خلينا لحد دي. اللي هي plays a civilized role and has many tourist attractions and landmarks. نكمل. التي دائما تكون محط انظار البشر that are always the focus of human attention. لحد هنا جميل جدا. تعال بقى نشوف الباقيين خطأ ليه. اوفر تايم ماشي. ايجيبت هاز بين ذا سنتر اوف هيستوريكال ميموراندمز. ميموراندمز معناها مذكرات تفاهم دبلوماسيه او مذكره دبلوماسيه. مالنا بالاثار. الجمله اللي بعدها اوفر تايم ايجيبت هاز بين ذا سنتر اوف هيستوريكال، بجاب ميموراندمز ثاني. تمام، برضه هنشطب عليها ونشوف لغطه ثاني. بليز سيفلايزد رول. كلمة رول معناها قاعدة أو قانون، مش معناها دور. إيه؟ فتعالوا نشوف اللي بعدها. Over time Egypt has been the center of historical جاب مونيمنتس أهي. طيب plays a civilized role and has إيه يا عمي؟ many tourist attractions and جاب لك landscapes. كلمة landscapes يا شباب معالم ولكنها من صنع الله. لكن اللاند ماركس المعالم اللي من صنع البشر، يعني ابو الهول والاهرامات والدنيا دي اسمها لاند ماركس. لكن الشلالات هي اللي نقول عليها لاند سكيبس. نحرك الشاشه نروح للجمله الاخيره، جمله رقم 40، واللي بيقول لك فيها تم نقل المومياوات المصريه من المتحف المصري الى متحف الحضاره الجديد في موكب مهيب ابهر العالم وكان اكبر دعايه للسياحه المصريه. الصياغه السليمه للجمله دي هي الاخيره اللي هي الحرف بي. بس لحظه نحط عليها الاول خط وبعدين نرجع نقراها ونقارن عربي بانجليزي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب نجيبها تاني بالعربي. تم نقل المومياوات المصريه من المتحف المصري الى متحف الحضاره الجديد. خلينا نحدد نحدد هاتها كده بالراحه. بيقول لك ذا ايجيبشن ماميز، ماميز معناها مومياوات، وير ترانسفيرد. طب ليه خلاها ماضي وخلاها مبني المجهول؟ لك تم نقل، يبقى المومياوات مش تنقل نفسها اصلي، هينقلها حد. جميل جدا، يبقى ده معناه ان خلاص في بناء المجهول، والبناء المجهول ده في زمن ايه؟ ماضي بسيط، خلاص وقع وانتهى. طيب يبقى نقول تاني، ذا ايجيبشن ماميز وير ترانسفير، تم نقلها فروم ذا ايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري، تمام كده، تو ذا نيو ميوزيوم اوف سيفلايزيشن، لحد هنا تمام، متحف حضاره جديد. نكمل، في موكب مهيب ابهر العالم وكان اكبر داعي للسياحه. كمل ده. ان ا ماجستيك بروسيشن، تمام، ذات دازلد. دازل هنا بمعنى ابهار، هي شايفها؟ تمام. The world and was the best propaganda اللي هي الدعاية for Egyptian tourism. لحد هنا جميل جدا. هات بقى الباقيين خطأ. The Egyptian mummies transfer. أغفل هنا البناء للمجهول بوير، شالها. شوف هنا وير دي شايفها؟ أنا قلت لك عليها دايرة. كلمة وير شالها. طب هي المومياوات هي اللي نقلت؟ لا ده هي نقلت. يبقى هنا أغفلها.
عمل غلطة تانية. تعالى اوريها لك، جيبها برضو بالراحة. نكمل لحد انها transferred the Egyptian museum to the new museum of civilization in a majestic procession that was هي دي. هنا خلى هنا في بناء للمجهول وليس له قيمة، مش موجود، كانش بناء للمجهول. اهي شوف الحتة دي مفيش فيها بناء للمجهول هنا. شايف هو بناها للمجهول في الجزء ده. دول غلطتين بالفعل. اللي بعدها the Egyptian mummies transfer، برضو اغفل ايه عملية البناء للمجهول، ودي كفاية عليها غلط. The Egyptian mummies were transferred ماشي جابها from the Egyptian museum تمام to the new museum of civilization in a majestic program. Program معناها برنامج. مال البرنامج بالموكب. كده شباب يكون انتهى. الجنرال براكتس كان جاي على الوحدة 9 و10 2 9 و10 مع بعض متجمعين. ان شاء الله نزلنا في مزيد من الفيديوهات مراجعة المنهج بتاعك ان شاء الله مع معلم خبير الون زيمس استاذ ذات. السلام عليكم وبركاته.